هذا المجالس اللي عبد الرحيم بن زايد القفران القرشي. يا نديب من على حر خفيف، حر لا منه مشامله وصيف، خير من حر صنج وعما كفيف، خير من صعبه مع الميله يميل. حر قاسي ما يبي لمس الجريد، كود تلقى لمس خفف الصعيد، ما هو عكي ولد عكي يا بليد، وان ما شاف الدرب ما يسري ثقيل. حر اقوى سكني ما جال الشواء، فتل الاعضاد والصدر في سواء، يقضي الطرق في ساعة اليانواء، من ديار قريش لديرة هذيل. توصل الاخبار لماطر واخوه، كنهم شعار والمعنى عرفوه، والوفا والعرف من جده وابوه، يا حماة الجار مذرين الدخيل. نعم يا نعمين يا قام الوفا، مكرمين الضيف لا منه لفا، والوجيه البيض ما ترجع قفا، يا حماة الجار مذرين الدخيل. قلتها من هاجس ما هو شحوح، يعرف الطيب مع الصاحب نصوح، يعرف أهل الصدق واصحاب المزوح، من كثير المدح ما نلقى حصيل. اسمع القيفان من شاعر يقول، وقتنا مقفي ودنيانا تزول، شالت الاصحاب حولا بعد حول، ما بقي منهم يقع شيئا قليل. أنشد الشعار واسألهم سؤال، ويشهوا رجال رزقه من حلال، ما خلق له لا بنات ولا عيال، جاه رزقه داخل الظل الظليل. رازقه ربه ولا يبغى الحرام، من كثير الزاد ظاهر له سنام، من يحل اللغز قلنا له تمام، مطلعه بين كما مطلع سهل. اسمع الامثال من شاعر قريش، من ربوع اللي لها برق وجيش، يوم غزوة بدر قاموا من غبيش، حاربوا العاصين غاوين الدليل. حاربوا العاصين بسيوف انحداد، يوم ناداهم محمد للجهاد، ابعد اهل الشرك واصحاب الفساد، يشهد التاريخ جيلا بعد جيل. بعدهم قامت بيارق بن سعود، الفهد واخوانه اصحاب الفهود، اسسوا الاسلام لبعد الحدود، بالسياسة يعملون المستحيل. واختم الأقوال بالرب الرحيم، رحم الأمة في اليوم العظيم، والنبي المختار والصاف اليتيم، اذكروا الله ثم صلوا على الخليل. سلامتكم.